هاليلويا هاليلويا. نرفع كتبنا، نعلي إيماننا بهذه الكلمة. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإمام التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وأصبح شبيهك يا رب، وأصبح تلميذ حقيقي إلك، وأتعلم طرقك وأسمع صوتك وأعرف أفكارك يا رب، وأقترب منك وألتصق بك يا رب، لأنك أنت عريس نفسي، أنت إله الصالح الذي لا تتغير، لبل أفكارك تعلو عن أفكاري وتعلو عن أفكار شعبك كله يا رب. علي مستوينا في هيدا الليلة، واجعل اسمك يتعظم في الكلمة لكل شخص موجود ابتداء من عبدك يا رب، باسم الرب يسوع المسيح. سيج حول هيدا المكان بملائكتك، بجنودك، بدمك يا رب. اجعل في هيدا المكان حماية إلهية على كل شخص وعلى كل هيدا المكان باسم الرب يسوع، إلى كل المجد. آمين. تفضل يا أحبة. هاليلويا. نفتح كتبنا مرقس، إنجيل مرقس 5. مرقس 5 من العدد 25. يعني ليلة الرسالة صراحة الرب عطاني إياها طازة، لا على البال ولا على الخاطر، ما حدا يعني مفكر إنه الأسيس رح يتوعك، بس نحن عايشين بخيمة ما بنعرف أنت في كل شي وتر، شي حبلة تلقطيش، شي قطبة بتفتق، ما بنعرف خيمة، لكن الرب صالح يحول اللعنة إلى بركة. هاليلويا. وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة، وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين، وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من ورائه ومست ثوبه، لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت، فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا، وأما المرأة فجاءتها هي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت. الكلام لييروس رئيس المجمع. لماذا تتعب المعلم بعد؟ مش هزاني. فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه
ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليصة قومي. الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي وللوقت. قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنت 12 سنة، فبهتوا بهتا عظيما. فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك وقال أن تعطى لتأكل. أمين أمين. قراءة طويل شوي بس مضطر أراها كلها، مضطر لأنه هو موضوعنا عن يايروس، الامرأة النازفة في مرق الطريق. هو كان رايح لعند يايروس، بعت وراء قال له: بنتي مريضة تعش فيها. هو ورايح باتجاه الهدف فيوصل عند بيت يايروس. شخص اعترض مسيرة الرب. يمكن احنا احيانا بنفكر الرب مش فضيلنا، راسه مش معنا، ما باله بمشاكلنا، وميني انا طيب طلع فيي. كثير بنفكر فيها صغر النفس فينا عقدة. الملك شاول اول ملك لاسرائيل كان عنده هالعقدة، عقدة صغر النفس. لما اجوا بدهم يختاروا تيجعلوا ملك، فتشوا عليه ما كانوا يلاقوه، طلع مخبى ورا الثياب ورا الأمتعة. وكان أطول شخص بإسرائيل، أطول شخص مختفي. كيف لو قصير منقول ما حدا بيلاقيه، بس واحد طويل وين بده يتخبى؟ من صغر نفسه كعوت حاله بين الأمتعة وتخبى. ما بعرف انت هلأ ورا شو مخبى، ورا أصبعك بقوله مخبى، ورا خيل أصبعه مخبى، ورا سرياتك إنه أنا معي، مخبى ورا علبيتك مين قدي، أو مخبى ورا سمعة عائلتك مش كتير هالقدي، يمكن إنه شو هالعائلة اللي أنا خلقت فيها، يا ريتني بعائلة تانية شوي معلمين شوي مسقفين أو شوي معهم مصاري. تعرفوا الله شو بيقول الكتاب عنه؟ قال: اختار المزدرى والغير موجود. تعرفوا أغلبية كنيسة المسيح شعب بسيط، قليل فيهم بالنسبة، عم بحكي بالنسبة، قليل فيهم المتعلمين كتير ومسقفين كتير، لأنه محبة المال تأسر قلب الإنسان. إجمالا دايما الإنسان يلي حالته عقده بيلتجي للرب أكتر، بس اللي عنده مال، ماله بيصير إله بحياته، بيصير متكل على أمواله. من هيك الرب نبهنا من هالشغلة، صح؟ قال ما حدا يظن إذا عنده أموال حياته من أمواله، لأن المال بيروح قيمته بتنزل. نحن بلبنان بنعرف شيء كثير منيح، بتتذكروا بالثمانينات كيف صار يلعب الدولار ويلعب بضغط الناس وبدقات قلوب الناس، في ناس ماتوا راحوا بسكتة قلبية. كان مليونير صار مديونير، في ناس كان عندهم أموال إلى قيمة صاروا مصرياتهم بيشتروا لهم بسكليت. عم بحكي بأمانة، صارت، صار في لعب بالبورصة، وصل الدولار 3500 فترة. الشاطر يلحق حاله، ومين عارف إذا بيضل ولا بيرجع بينزل. المهم، هل أنت شايف يسوع مش عم بيطلع فيك؟ سامحني بهالكلمة، ما أغباك. بعثوا الكتاب بيحكي عنا قبل ما نجي لعند الرب، قال كنا قبلا أغبياء غير فاهمين مشيئة الرب. يا ريت صدقوني منعرف قلب الرب من نحونا، يا ريت كتير أمور منغيرها بحياتنا، ومنعرف أفكار وأهدافه الحقيقية لحياتنا. قبل ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، قبل
الله يريد أن جميع الناس يخلصون، لأن الإنسان هالك في جحيم أبدي بخطاياه للأبد، سيعاني العذاب للأبد بدون رحمة. فتصور الله همه بس خد لك هاللقمة وانت نازل على النار، خد لك نقطة المي بلز لعيمك انت رايح، شو بدي اعمل لك؟ ما عندي شيء، الله بيدبرك انت رايح بالطريق. ابدا، اعترض طريقنا. شو جبر الله يتنازل ويصير جنين باحشاء العذراء؟ شو جبره؟ لانه لذاتي بيقول مع بني ادم. المره هاي يمكن ما فكرت بيسوع شو راح يفكر فيها، بس على القليلة فكرت انه الشفاء عنده، الحل عنده، واذا اعترضت طريقه بهالايمان اللي عنده والثقة راح تشفى. قالت بقلبها اذا بدي ارطرف ثيابه شو فيت؟ مش بلمسه، مش بطلب منه ايمان، اعترضت طريقه. مع انه هو وين رايح؟ لعند يايروس، ويايروس ناطره. بتعرفوا بيك حالي اذا شي مره حدا مرق فيها بالبيت، حدا مريض، واتصل بالحكيم وتاخر الحكيم، وشو صار مع الحكيم؟ ضيع الطريق، نفس الدولاب، اجى مريض طارئ قبل، شو بتصير؟ ترقص، حراره مريضك عم تطلع وبلش يهزي وعم بتلحقه وصريخ وبكي وعويل، هيدا اذا مش قادر توصل للمستشفى. شو هالحاله؟ تصوروا يايروس كيف كان، بنته مريضه مريضه وناطر يسوع، يلا يا يسوع يلا يلا. لاحظتوا؟ ما فتح تمه يايروس، ما فتح تمه. لاحظين الكتاب ما قال له شو بدك فيها لهيدي هلا؟ تلاميذه قالوا له ايه، بس يايروس ما قال له، مع انه كان عنده ايمان، بس انه يسوع بيشفي المرض من بنته. انت شو ايمانك الليلي بيسوع؟ شو قادر يعمل معك؟ بشو قادر يتدخل بحياتك؟ لاي حدود حاطط له؟ ايمانك لوين واصل؟ ثقتك فيه لوين؟ شو اختبرت معه لحتى حاطط هالليفل ليسوع بس؟ مرض، تسديد احتياجات، مشاكل زمنية، ضيقات، تحديات، والله وصل إيمانك أن له للموت مخارج؟ وصل إيمانك لهون بأن له للموت مخارج والموت عدو؟ انتوا عارفين انه الموت عدو الانسان؟ نحن لما دقنا خلاص يسوع انكسرت هالشوكة بحياتنا. كل واحد بيلاحظ انا الموت ما بقى يخوفني، شو هالسر هيدا؟ انا استغربت لما عرفت الرب شوكة الموت يلي كانت تطعني اذا شفت تابوت جناز تعازة ناس لابسين أسود عويل وبكي، يا رب نجينا من الساعة. بس لما اختبرت خلاص الرب هالموضوع صار جسر عبور لي، اشتهاق أن أنطلق وأكون مع المسيح. طب ليه؟ لأن عارف لوين رح أنطلق. ما عاد عايش بظلمي على البقبيشة، شايك؟ هيك بقول بأشعيا، قال صرنا مثل العميان عم نتلمس الحيط، لين المخرج. يايروس كان عنده إيمان بالرب، متوقع شيء، بس الموت؟ تعرفوا هاي تاني مرة الرب بيعملها. أول مرة بتتذكروا مع مين عملها؟ مع عازر، لعازر، مع مريم ومارتا. قالوا له اللي بتحبه مريض، تأخر 4 أيام. إيش؟
الذي تحبه. روح لحقه قبل ما يموت. مش نحن احيانا نعمل مع الرب هيك؟ لحقني قبل ما تروح علي، خلص فات الاوان، لا حول لها ولا قوة. شو قال لهم؟ لعازر حبيبنا قد نام، انا اذهب لأيقظه. بدي وعين من النوم. اذا الهك شايف الموت نومي غفوة، شو خايف؟ هل ترى هالوضع غفوة؟ هل ترى نومة؟ هل ترى حلم؟ ورح توعى منه ورح يشيلك منه. خليني اقول لك، اقوى من الموت الجسدي هو الموت الروحي. الموت اللي انت عايشه بالخطيه ومأسور بخطاياك، هيدا الموت اقوى من موت الجسد، لانك مقيد تحت سلطان الشيطان في عالم ارواح صائد. انت منك ايشعه مقيدك. قال اله هذا الدهر، في اله تاني؟ اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. انتبهوا، كلمة المؤمنين هون مش يعني المؤمنين الوراثية، انه ورثوا ايمان من بين وجد وست، يعني انا فلاح وابويا فلاح وجدي فلاح وستي فلاحة وبيا لستي فلاح. لا، انه انا خلقت ابا عن جد، مثل ما اليهود قالوا له للمسيح، نحن اولاد ابراهيم، نحن سلالة عمرها مئات السنين، مئات يعني حوالي كان 1800 سنة، سلالة عمرها 1800 سنة. نحن هلأ إذا بنعمل إحصاء واحد بنلاقي عائلته عمرها 150-200 سنة. واو، بيعملوا مثل شجرة العائلة وبيعملوا جمعية بيقولوها مدري شو، صيروا يجتمعوا كل فترة. خي خالد عندهم هالشيء فيريس، كل فترة عائلة الخالد بيجتمعوا مع بعضهم من هون ومن هون ومن هون. في كم بالحري شعب عم بيشوف حاله 1800 سنة عمرهم، قال أولاد إبراهيم. مش هيدا اللي رب عم يقصده، مش هيدا الإيمان المقصود. أعمى أذهان غير المؤمنين بالرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم، ما آمنوا بمخلصهم الوحيد تيخلصوا من خطاياهم. وأنا شو بني؟ بصلي، بعمل واجبات الدينية، وأنا بعمل عائلة مسيحية، وأنا شخص بحب الناس، وأنا مسالم ومع الحيط مع الحيط، يا رب أوصل على البيت ما في مشكلة. حبيبي، أنت بالاسم صورت وبالخطيئة حبلت بك أمك وأمي، ما في حل بالطائفة، في حل بالمخلص. حلنا نحن بربنا يسوع المسيح، مخلصنا الوحيد، شفيعنا الوحيد، وسيطنا الوحيد. الطائفة خلصتك من خطاياك، حررتك من القيود. طب نسي خطاياك، حررتك من التدخين، من إدمان الكحول، من العادات السيئة بلا ما سميها. يا الله شايفك شو عم تعمل فيها، خلصتك من شهوات عيونك، ناطر لك شي مشهد لحتى تروي غريزتك. ما نحن كنا هيك، كنا قبلا أغبياء غير فاهمين مشيئة الرب. ليه؟ لأن إبليس بيعمي أذهاننا، إبليس أعمى قلوبنا. من هيك يسوع بيقول عنه الكتاب أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، مش بواسطة الطائفة. أنار لنا ليه؟ لأن احنا بالظلمة. مين اللي بحاجة انه تضوي قدامه تنير له الطريق؟ مين؟ لعيش بالظلمة. أنار لنا شو؟ الحياة. منك ايش على الحياة ناطرتك؟ لأن الحياة هي يسوع، مش الحياة تاكل وتشرب وتسهر وترقص وتفقش وتروح وتشبح وتججر، مش هاي الحياة، هيدا الضياع. انت هيك مربط بسلاسل بإجراك وبإيداك وبعيونك وراسك ورقبتك وعايش هيك،
مقاد بهالحياة وفراغ ايت قلبك. مثل هالمرأة النيسفة 12 سنة عم بتموت تستنزف، بطل معها مصاري تشفي نفسها صح؟ طب انت قديه صار لك تستنزف بالخطية وبالعادات السيئة؟ قديه صار لك؟ طب وبعدين؟ طب اذا اجرت الخطية وحدة موت، كم خطية عليك قدام ربنا؟ بقول بالرؤية قال وفتحت أصفار أصفار الناس ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار. شو مكتوب عنك؟ حياتك عشت، حكيت، سلكت، فكرت، اطلعت، اشتهيت، مثل ما أنت خلقت رح تندين عليها. يعني ديونك عم تتراكم أمام الله. بالمزمور 50 بقوله قال هذه فعلت وسكت، قلت خطاياك وعشت، قال ظننت أني مثلك بنسى وبتناسى، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك، أصف خطاياك أمام عينيك، أصف خطاياك أمام عينيك. مستعد؟ عارفي خطايا نحن نسينيها، عملناها ونسينيها، مين بيتذكرها؟ الله لا ينسى إلا بحالي وحدي. لما بتتوب وبترجع ليسوع من كل قلبك وبتقله بكبهم كلهم عند إجريك، يا رب سامحني أنا هنتك، أنا كنت من اللي صلبوك من اللي هنوك، أنا أستنزف، أنا الحياة عم تخرج مني. تعرف نحن نخلق بريئين، الخطية فينا بس بعدنا بريئين، ببقى صغار. كل ما كبرنا منبلش نتفلقس ونتعلم من هون شغلة ومن هون كلمة ومن هون عادة ومن هون خصلة ومن هون خطية ومن هون طرق شريرة ومن هون أساليب ومن هون منتكبر ومنشوف حالنا، من هون كرامة نفسي وعزة نفسي، مثل ما بتقول أم كلثوم، وعزة نفسي من عاني، ما بحط على نفسي واطية، أنا كبرياء. إذا رب المجد تواضع مينك يا تراب ترفع نفسك؟ شفت لك شي مرة جابني تراب وقفت قالت لك ليش عم تدعس علي؟ شي مرة عملتها؟ ما بتعملها. نحن تراب. تتذكر شو قاله لآدم؟ أنت تراب، جسدك تراب وإلى التراب ستعود. هيدا الوضع الطبيعي لازم يكون لكل الناس. تبو ما رح فوت أكثر بتفاصيل، مفروض الإنسان اللي بيموت يصير تراب. معكم الخبر؟ يعني الله ما كان راضي على الفراعنة يلي كانوا يحنطوا جتتهم. ما رح فوت أكثر، فيه وسع بس ما رح فوت أكثر. ما كان راضي إنك تمد إيدك على هالجسد وتلعب فيه تيضال شكله مثل ما هو، ممنوع. إبراهيم ليش ما عملها؟ إسحاق ليه ما عملها؟ يعقوب ليه ما عملها؟ ليش الله دفن موسى؟ ليه؟ حتى ما حدا يعبده. حاول الشيطان ينكش مطرح ما الرب دفن موسى، منعه حط ملايك حارس، بده يشيل جسد موسى للناس تعبده، لأنه موسى لما مات وجهه كان عم يضوي مثل الشمس من مجد الله، كان عايش بحضور الله. ما مات ختيار مجعلك مثل ما نحن بصير فينا، ما كان بحاجة لبوتوكس ولا سيليكون ولا ألتيكو ولا باتكس من هون وما بعرف لشو وبويا وطرش وكلس ووج أفا ووج أساس وأندركوت، ما كان بحاجة لألون. ليه؟ كان بمحضر الله. تعرفوا مرة علماء لاهوتيين عملوا إحصاء، اكتشفوا على الأشخاص يلي أوجاهن بتضل منورة ومليانة، يلي بيضلوا عايشين بمحضر الله ساجدين. اكتشفوها سر، عملوا استفتاء لقوا كل الأشخاص المصلين اللي بيضلوا راكعين قدام الرب ما بيختروا عبكير. ليه؟ قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. مين عم بتعاشر؟ عم بتعاشر التراب كتير؟ رح تطين عبكير.
بس عم بتعاشر الرب كتير رح تاخد منه الحياة، لأنه هو الحياة. شكي يسوع بيقولنا أنا هو الطريق والحق والحياة. أمين. طيب منكمل على يايروس. وبينما أنه هو يتكلم إجا واحد من دار رئيس المجمع وقال له بنتك اتكلت راحت، كانت مريضة تخطت هالحالة قلطت هالمرحلة خلاص، فما تعب الأستاذ خلاص، شو قادر يعمل الأستاذ؟ العين بصيرة واليد قصيرة خلاص، ما تتعبوا، حرام حرام تعذبوا هالمسافة خلاص، حضر الجناز، حضر الدفن، حضر المراسم. ايمتى الدفن؟ وين؟ والتعازي ايمتى؟ من اي ساعة لاي ساعة؟ وحجوز المطرح، ويلا بلش بالترتيبات. قبل يسوع يا يسوع فتحت امه قال لك راحت علي، كله من وراء هالمرأة، كله من هالنازفة، يمكن لو نحن الله لا يوفقها، خربت لي بيتي، كانت السبب بموت بنتي، وبيضل حائد على هالمرأة كل عمره، كل ما بيطلع ببنته بسببها، لأنه رح تشفى هيدي المرأة، شفيت ورح يشوفها رايحة جاية رايحة جاية. قبل كان ممنوع حدا يلمسها، ممنوع تعيش بين الناس صح؟ فتصوروا هالحالي يشوفها رايحة جاية وبنته مش موجودة، شو كانت صعبة رح تكون، المرارة بدها تاكله، انه انت اخذت وانا خسرت، ما طولي بالك تيوصل لعندي. احنا احيانا بنفكر هيك انه رب ملتهي بغيرنا وفات الاوان وما رح يقدر يعمل شيء ويدل ويتعديري، كلنا بنوقع فيها، انا بوقع فيها. ما تفكروا الوعاظ لما بيوقفوا على المنبر، سامحوني بهالكلمة، وكأنهم شبه معصومين، لا يا أحبة، أنا إنسان مثلكم، عندي ضعفات، عندي سقطات، وعندي ثغرات، رب يرحمني أول واحد. الجميع أخطأوا بيقول الكتاب، وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، ولا واحد ليس ولا واحد. خليني اقول لك، لما الكتاب بيقول ما حدا عم بيعمل صلاح، يعني من ادم لسفر الرؤيا مين بدك حط 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 حط؟ بس واحد يلي قال له هيداك الغني ايها المعلم الصالح، ويلي بيقول عن نفسه انا الراعي الصالح، هيدا هو الوحيد، هيدا اللي تحدى العالم وقال من منكم يبكتني على خطيه واحده، واحد منكم يحط لي على عيني يقول لي انا مره طلبت الغفران من الاب، سامحني على الخطيه بابا، شي مره عملها يا حبيبي، ما كان يتحرك قال الا ما يشوف بيه عم بيعمل الشغله قبله. تعرفوا هذه قديش بتحز بقلبي؟ انا هالاسبوع كنت بالضيعه، بعدني جاي من الضيعه، من هيك جاي شايفيني جاي ركض مع وجهي، يعني فجاه عرفت بالموضوع. فالمهم فكنت فوق بالضيعة عم أصقص الشجر ورا البيت، شي بالمنشار الكهرباء شي بالإيد، وعندي هالولاد اثنين الله يخلي ليهم يا رب، ف يعني بيدوقوك زوم الزيتون من الكويعات، ايه نعم ما تستغرب، تبقى يعني عامل العمايل كرمالهم وبدك محضر لهم كل شي، واوا بتفتش بتختفوا هالولاد وين اللي ساعتين ونص تركيني عم أصقص، ما بطلع هالولاد مش مبينين، بعيط بعيط ما في حدا، وبقول لهم خلوكم حد يتعلموا مني، ما هيدا البيت لكم بالاخر اذا ضل معنا، يعني مين بيعرف اذا منضل يا بيخدنا لعنده يا منغير يا المهم، لانه كلنا هون مؤقتين وكلا، ما حدا مخلد، هاي الفكره ما حدا مخلد، فانه خلوكم حد يتعلموا مني، تعلموا مني، ولك بيعلموا العصا على جسمها قبل ما يتعلموا. لكن يسوع ما كان هيك، يسوع قال انا ما بعمل شيء الا ما اشوف الاب بي عم يعمل. تعرفوا هالايه بتقتلني قتل، قد ايه احنا محتاجين نكون هيك،
ما أعمل شيء له يا رب بدك أعمل الشغلة أو قل لي كيف بدك أعملها. يايروس كان عم يتأمل يسوع ساكت شو بده يعمل ويسوع شو كان عم يعمل أطول باتصال مع الآب قال أنا في كل حين أفعل ما يرضيه. قديه بتخجلنا هالآية يسوع عم بيقول أنا في كل حين أفعل ما يرضي أبي أبي السماوي مع أنه هو الآب واحد من رآه فقد رأى الآب هو في الآب والآب فيه لكن تتجسد ابن الإنسان ما كان يتحرك إلا بابا شو بدك أعمل شو هالعلاقة الرائعة شو هالإنكار قدين إحنا محتاجين نتعلم ننكر نفوسنا لهالدرجة كل واحد منا عمل لي طاووس ما حدا بيفهم قدي وما حدا يعلمني ما تعمل معلم علي أنا بعرف شو عم بعمل يا حبيبي ما حدا كامل إذا ما بتضلك تلميذ عند إجرين يسوع رح تضلك معتر مؤمن معتر سمحني معتر من إيدك قدي بقول الأرض الواطية بتشرب ميتها ومية غيرها الإنسان المتواضع اللي بيضل يتعلم والوديع مثل يسوع بيقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تعلموا مني فتجد راحة مش عم بتفتش على الراحة ولا بس بدك بسكوت البسكوت بيطلمس على المعدة الراحة بتحلي قلبك قال فتجد راحة لنفوسكم ليش لنفوسكم لأنه مركز النفس بالإنسان مركز العاطفي والإرادي والإحاسيس يعني بتضل تلعب فيك مثل البورصة طالعة نازلة صحتك منيحة فرحان مرضت بوزت معك مصاري مفرفش حاسس بالأمان راحوا المصريات بلش القلق والشك والخوف ناس بتحبك بتزقف لك حاسس بالفخر وبالعز بطل ناس يزقفوا لك ميني أنا دودة لا إنسان صح قدي حلو تكون علاقتك بالإله ثابتة وأمانك منه غناك منه تتعلق ببيك لدرجة ما تتحرك ولا تعمل شيء يا رب قل لي شو بدك أعمل بعمل هالشغلة ولا لا بعمل هالمشروع ولا لا يمكن رب يسمح لك بمشاريع كثير تعملها بس بيجي الوقت تعرف إذا كان التوقيت منه ولا منك هون التوقيت كان مقصود تيرفع الرب إيمان يايروس ويكون يايروس واحد من الأشخاص ليعرف أنه هيدا هو ابن الله المسيح المنتظر هو كان من المجمع اليهودي كان مضطر لحتى يعلن شخص المسيح له ويعلن الذي حواليه هني ناطرينه للمسيح طب شوفي مرضى في انبياء كثير شوفوا مرضى صح في منهم قاموا موتى إليا النبي مظبوط قعد فوق الصبي وتنفس فوقه وحط ايديه عليه واجريه عليه كم مره قام الصبي يسوع كان مضطر يعمل هالحركات دخل يكون يحط العصاية عليه إذا عم يتنفس يطلع فوقه ينام فوقه بسلطان بسلطان رب كان بده يرفع إيمانه لمستوى جديد ويمكن الليلة رب بده يرفع مستوى إيمانك بالمشكلة اللي انت فيها لمستوى أعلى وانت مطربق الدنيا على راسك وعلى راس اللي حدك بدك بس انه تعرف يسوع بهالحدود بس انه مرض بكفي الله اله البدايات الجديدة اله التعويض اله الامور الجديدة يلي بقول ها انا ذا صانع امرا جديدا كل من يسمع به تطل اذناه
شو مرة بتصير معك تبقى قاعد وبتطن دينتك تسأل ستك شو هيدا؟ تقولك حدا عم يتذكرك. كم مرة سامعينا؟ بركي الرابع بيتذكرك. الرب قادر يعمل معك أمور أعظم ما بتتصور، لكن ثق في قلبه الأبوي. ما تضلك على أعصابك متوتر وموتر الحواليك. إذا إلهك له للموت مخارج شو عقلهم؟ والكتاب بيقول آخر عدو يبطل هو الموت. عدو، هذا العدو سيبطل يوما ما، سيبطل. هلأ الناس كلها تبقى عم تعمل حساب تيابة عطول، لازم يكون عندي أسود، سكربيني سوداء، بنطلون، قميص، شال، حتى الساعة بتكون سوداء أحسن، كله تكون مع المصايب اللي ناطرتني. لكن إلهك إله الذي على الرابع. فشو عمل يسوع هون؟ بحب بركز عليه، كثير رفت لي نظري. قديش أنا محتاج عيش بين أشخاص ترفع إيماني، بين المستهزئين ما تكون. المزمور الأول شو بيقول؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين الزنخين المرتين اللي بينمروا على غيرهم لا يجلس. نحن غريبين، وين في مسخرة وطحنك، عفوا بهالكلمة، واستهزاء وتنمير منحب نقعد؟ ليه؟ ما خليني قلك، يلي عم بينمروا معك على غيرك ناطرينك بس تبرم ظهرك. فهمك كفاية. من هيك الرب قال طوبى لهالإنسان، يعني نياله يا هنيه يا سعادته، بيفهم. ما تنبسط تعيش بين ناس مستهزئين ومتمسخرجية، ما تنبسط، عيش مع ناس يرفعوا إيمانك. لاحظ شو قال له يسوع. قال سمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت لا تتعب المعلم. حرام، مش من قيمته التعب على الفاضي. خلص يرجع بيته يكمل طريقه، يشوف له شغلة تاني تنفعه أحسن. خلص الموت ما حدا عليه، ما حدا فوق الموت، شكل نسمعها، ما حدا فوق الموت. فقال لرئيس المجمع، ما حكي هوليك اللي عنده الإيمان؟ قال لمين يلي بعده ناطره حده، يلي متمسك بخيط من الأمل، كأنه يشتركك ولو خيط، ولو خيط. إذا هيدي مثل توبك أخذت، أنا ماسكك كلك هلا، مشتركك مشتركك أنت وتوبك ناطرك. قال له لا تخف. عارفوا هاي الكلمة 365 مرة موجودة بالكتاب المقدس، لا تخف 365 مرة، يعني 365 يوم الله مستعد يعطيك اياها طازة كل يوم. لا تخف، مش بس لا تخف، يعني وثقفية. ما هالفكرة مش ما تخاف وفراغ قامتي، لا، يعني حط ثقتك فيي، اترك خوفك وتمسك فيي. ها معناتها كل يوم بيقول لك اياها لا تخف، كل يوم، مش التاي ولا مشمسي لا تخف، في قصف ولا رواق لا تخف. خليني اقول لك شغله، صدقوني يا احبه، اذا الرب بيفتح عيوننا بس عن المصير الابدي يلي ناطر البشر المقلون خلاص، صدقني لو طربقت الدنيا فوق راسك وقعدت بلا اكل وبلا شرب والناس بتكرهك ومش طايقتك، بس عرفت انه الجحيم باي باي ما رح تنزل، صدقوني بتسوى الدنيا كلها. معك خبر؟ رح لك ليش. اذا مؤمنين متجددين مولودين وفي منهم خدام وفي منهم اسس عندهم كنايس، الرب اخذهم على الجحيم، فرجيهم اللي فرجيهم وحكيهم اللي حكيهم ورجعهم، اخذهم بالروح.
يعني في منهم ماتوا موت حادث رجع قامهم بعد 3 أيام، منهم قامهم بعد 23 دقيقة، منهم قامهم بعد ساعات، رجعوا مرعوبين، وهول قالوا الحياة أبدية واسمهم مكتوب بسفر الحياة. والرب يقول من آمن بي قال أنا بكتب اسمه بسفر الحياة، قالوا حياة معي لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت الحياة. إذا هول رجعوا مرعوبين، ماري باكستر 30 ليلة أخذها على جهنم، مرتين ترجع أعصابها من هارة من اللي شفته، من اللي سمعته، من اللي شمته، ومن اللي حسته. صدقوني صار شو قال له؟ قال له بعد في إشياء ما فرجيتك إياها، ورجعت مريضة، يرجع يزورها هو ويشفيها، يرجع يزورها ويشفيها. أنجليكا، صور أغلبيتكم الحاضرين أنجليكا للإكوادور، لما رجعت أسبوعين إذا مش أكتر مريضة تعبانة من اللي شفته ما صدقت. أهوال ما بتخطر على بالك بالجحيم كانت ناطرتك يا مؤمن، بس إذا أنت يا خي الليلة بعد ما أخذت الخلاص صدقني لو تنعمت عليك الدنيا مثل هذيك الغني اللي كان الفقير عبيد بيته كمان اسمه العازر، قال كان يتنعم كل يوم، يتنعم كل يوم، يتنعم أحلى حياة، أحلى سيارة، أحلى ثياب، أحلى تليفون، أحلى بيت، أحلى عالم، أحلى سهرات. بالآخر وين فتح عيونه؟ في الجحيم. ولو ما كنا عايشين مبسوطين عم ناكل وبنشرب والناس راضي علينا ومرحبا سيدنا وكيفك وأحلى ثياب وريحتنا طالعة وكل يوم 4-5 حمامات حتى ريحتنا ما تطلع، وفجأة فتح عينيه في الجحيم. طب عملوا لي أحلى جناز، ولو على الفاضي راح الجناز. ايه على الفاضي، هيداك اللي عاطر الكلاب تشفق عليه، الكلاب تلحمه جروحه وما حدا دفنه، ما حدا دفنه، يمكن كبوه بوادي هالنوم، كانوا يكبوا زبالة وجتة هونيك للفقرة لإسرائيل، من هوك أخذ فكرة جهنم. وهذه هنوم كبوه، الدود أكله، بس ما أكله للعازر، أكل الجسد. بس نحن مننسى أنه نحن أرواح. أنت يا خي روح، مش عملك تروح من هون، أنت روح إلك نفس ساكن بهالخيمة اسمها جسد على صورة الله، يعني أنت روح ونفس وجسد. من هيك الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، الآب والابن والروح القدس. أنت سلوس والله سلوس، فأنت رح تترك هالخيمة، رح تترك الجسد، بس عامل حسابك إنه هيدا المصير المخيف منك قده. إذا نحن متلاقى هون بعالمنا أشخاص مسكونين فيهم أرواح، يا واحد في روح، يا في روحين، يا في سبعة، يا في 15. أنا بعرف واحد كان في 15 عامل عهد معه بالدم، 15 شيطان كل الليل صلي له أنا وأختي لوجه الضوء ما نمت، ما طلعوا منه، كان بعد جديد ما عندي خبرة، اللي عرفته أنه هو ما بده، عامل معهم عهد يطرشوه ويخرسوه حتى لا يحكي ولا يسمع حتى ما يطلعوا منه، بس هو ما بده ليه؟ وعدينه بالغنى الزائف. 15 شيطان فيه، وإذا ما بيسمع الكلمة منهم بيدعوسوه، مش عم بمزح، بيضربوه، بياكلها خبيط، هو بيسترجي ما يطيعون، بس شو وعدينه بالغنى؟ قال بده يعمر كنيسة، من وراهم بده يعمر كنيسة، مش عم بمزح، ايه؟ كانوا دالينه على كنيسة بتنورين، فيها كنز قدام المذبح، حفر وشال وشال، حصل على خاتم بس، ثقة خاتم. رح يطلع الضوء، شقفة بطونها على قد ما كانت تنكسر معه، ليه؟ جايب واحد عم بيصلي الأبانة وما انه عارف هديك. تصوروا صلاة الأبانة وقفت البطون ينكسر وما انه عارف. قالوا لك طلع الضوء ما كان ينكسر هالبطون هديك. قالوا غريب، ما أنا عم صلي معك عم ساعدك. قالوا شو عم بتصلي؟ قال عم صلي الأبانة. لا عم سبوا بخليل. قالوا يعنيك؟ قال لك صليت وقفت لي شغلة. رجع طمر وسكر وهرب هريبة قبل ما يجي الخور على الكنيسة. تصوروا إبليس عارف شو عم يعمل، بيخدعك. فالرب لما اجيت قصة يايروس شو عمل؟ المستهزئين ما خليهم يفوتوا معه، صح؟ شو قال لهم؟ قالوا ليه عم تبكوا بتوالوا له؟ لك يأستوا للزلمة انه فوق مصيبته بتزيد مصيبة، يعني لحتى ضغطه يقشط ويعلى السكري معه ويبطل يقشع قدامه وتسود الدنيا بوجهه.
انه شو عم بتشجع شخص حزين يدل عليه هو حزين وانت بتزد له حزنه؟ خفف خفف، ما مفروض تعزي الحزين مش هيك؟ مفروض الحزين تعزيه، هن شو معزون متعبون مثل ابو الايوب. اللي صار يسوع شحطهم ما خليهم يفوتوا، وقال لهم الكلمة اللي واثق منها، شو عم تبكوا؟ الصبية ما ماتت، نايمة. بالنسبة ليسوعك رح ارجع اقول، الحالة اللي شايفها موت هي حالة رقاد ونوم عند الرب. ما بتعرف ايمتى بيقول لها الحالة قومي بكلمة، مثل ما قال له هيديك القائد، قل كلمة فيبرأ الغلام. قل كلمة، في ترنيمة عنها يا لماير، قل كلمة فيبرأ داء الآن. قل كلمة، بده كلمة، ونحن بدنا كلمة من الرب. تعرف شو كلمة؟ تصدقني كلمة ما هو الكلمة بزيتها، يعني إذا عم يعطيك كلمة عم يعطيك زيته. ما هو الكلمة؟ الذي صار جسد شحطه لبرا. مين فوت معه؟ تلاميذه ثلاثة. بدي شجعك لشغلة، لما بتروح بخدمة بحالة ما تاخد معك ناس يشدوا فيك نزول يطاربوا الدنيا على راسك، خد معك مين يرفعك يصلي لك يشجعك، مش يعصبك وينرفزك وراسك يسكر وتطاربوا الدنيا فوق راسك ويا ريتني ما جبتهم وشو بدي فيهم. خد معك ناس عندهم إيمان، لأنه إيمانك زائد إيمان اللي معك الله يراه ويتدخل. بس لما تاخد معك ناس مستهزئين ومسخرجية رح يطهروا لك الندفة اللي عندك. إذا عندك إيمان أتحبت الخردل، إن شاء الله وصلنا رب لحبة الخردل. رب يعطينا، أنا بقول رب يعطيني إيمان أتحبت الخردل بعد ما وصل لحبة الخردل للأسف. تعرفوا ليش؟ تنقوا الجبال. قال إذا عندك إيمان أتحب الخردل، قال بتنقل الجبال، مش ضروري جبال الصخر وهولي والرب بصوت فيه مطرح ما عني، بس جبال خطايانا همومنا مشاكلنا التحديات الأخطار، هيدي الجبال عم يحكي عنها. فهو بيطيروا لك هالإيمان، يعني إذا عندك أدراس الدبوس إيمانك وبيجي معك هيك ناس، لا بقعد فيك تصلي ولا بتلاقي وقت تصلي، وبتلاقي حالك مشيت بالجو مع المرض وأرواح المرض الموجودة والضغط عليك، ويدل إيه حبيبي معلش يلا الله يقيمك بالسلامة إن شاء الله، تلاقي حالك مشيت مع الحكيم ومع الدواء ومع المصل المحطوط ومع وانت شو تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. فلما بتاخد معك ناس مليانين إيمان بيرفعوا إيمانك. خليني أقول لك، ما تعاشر أي مؤمنين حتى، اسمعها مني هذه ما بقولها واللي ما سمعها رح يسمعها هلا، عاشر أشخاص أكبر منك بالإيمان فيرفعوا إيمانك. مش ضروري أكبر منك بالإيمان يعني بس بالعمر بالإيمان، مش القصة بالإيمان بتنقس بس بالسنين، بتنقس بالخبرة بالعلاقة مع الرب بالشركة، قديش مارق باختبارات وتخطى وتحديات، قديش عنده ثقة يعمل مثل بطرس على يمشي على الماء ولو مترين ثلاثة، لو مترين ثلاثة تعلم من بطرس مترين ثلاثة شيء. فتش هيك أشخاص تيرفعوا إيمانك، ما تفتش على شخص مثل توما شكاك يشككك يلعب لك براسك وأنا ما بصدق إلا إذا حطيت إيدي أصبع بإيده. حدا بيقول لك مثل توما؟ لاحظوا ليه اللي بيسموه توما؟ ليه اللي بيسموه توما؟ مثل ما نادرين اللي بيسموه يهوذا هلا، صعب حدا يسميه، مع انه في يهوذا منيح. بس واحد نزع الكل. فنقي اشخاص عندهم ايمان، عندهم علاقه مع الرب، عندهم اختبارات، عندهم قلب، هول بيعدوك. قال المساير الحكماء يصير حكيما، لكن مساير الجهلاء يخزى، بيفشل، بينصدم، بياكلها بوكسات. اقعد مع ناس لغتها ايمان، حديثة ايمان، اهدافها بالايمان، امورها مش ارضية بس،
أمورها أولا سماوية. مش عملك تعيش مروحا عندك جبينة حلطون ما يشوفوك على الأرض. لا، نحن بشر بدنا نأكل نشرب نعيش نروح، لكن شخص متوازن مع الرب له حياته مع الرب، له حياته العادية، شخص بتتعلم منه. ففتش هيك أشخاص. أمين. قال فضحكوا على يسوع. يمكن الناس يضحكوا عليك أحيانا إذا شافوك عندك موقف معين وحابب أنه الرب هيك يتمجد بموقفك، أنت واثق أنه هيدا الموقف من الرب. ما يهمك الناس إذا ضحكوا عليك، لأنه مش اللي بيضحك بالأول هو الربحان، اللي بيضحك بالآخر. يا ما ناس ضحكوا بالأول وا 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 وافتكروا حالهم هن الفهمانين، شو طلع بالآخر؟ أكلين خس كبيرة. ويا ما ناس بالأول بكيوا زرفوا الدموع، مثل أبو الكتاب الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه حاصد حصاد سماوي. ليه؟ عرف كيف يحط دموعه قدام الرب كرمال النفوس، كرمال خلاص النفوس، مش بس ربح الفلوس وهمك هالدنيا. هالدنيا مالنا باقية، مالنا باقية. اللي بيسمع الأخبار بيفهم شو عم بحكي. أنا من يومين سمعت خبر قلت له يا رب عن جد هالدنيا بلا طعمة. أنا بعرفه بلا طعمة بس اتأكدت أكتر، أكدت. يعني حدا بيسمع خبرية إسرائيل عم تستعد ترجع تضرب البنية التحتية بلبنان، واو حلو، شو هالمستقبل اللي ناطرنا نحن بدنا، شو رأيكم؟ وعم بيتدربوا قال وعم بيتحضروا، والأسلحة اللي عندهم اتطورت أكتر بكتير من 2006. إلهنا صالح، مش هون قصدي، بس بتسمع أخبار شو بتقول؟ شو هالدنيا؟ لكن الساكن في الستر العلي في ظل القدير يبيت. برجع بقلك لما بتشوف الرب من شو خلصك، صدقني الموت بالنسبة لك ما بقى يعني لك، التحديات هالدنيا ما بقى تعني لك كثير. ليه؟ ايش على الاهوال اللي خلصت منها اكتر؟ ليه؟ لانه هيدي اهوال ابدية مش وقتية. تصور انت بعذاب للابد، بقهر للابد، باحتقار للابد، محتقر للابد انت. ما المسيح ليه احتقر؟ اخذ عنك الاحتقار. قال محتقر ومخذول من الناس تحت الشياطين برا تحتقرك. انت كنت ماشي مع الله؟ ليك وين انت؟ ليك خطاياك شو عملوا فيك؟ تعذيب، تعذيب للأبد، وقهر وقرف، قرف. صبر بقولوا الروايح تحت ما بتنطق، روايح يعني تحت معك ربو للأبد، ما في بنطولين، ما في، ما في دواء للحساسية تتخفف شوي نفسك وضيقة نفسك، ما في تحت، ما في تحت، مخنوق للأبد. بيل وايز بيقول كان هل كم دقيقة اللي عايشهم بجهنم، هلا عم بيحاول يتنفس ما عم يقدر، بده ياخذ نفس ما بيقدر، بده يهرب من الشياطين عم بتعذبه، قال مش قادر، حاسس مثل جاذبية قوية ماسكت له اجراه مش قادر يهرب، بده يزيح زاح من محله مش قادر. هيدي عينات صغيرة. وهيدا مؤمن الرب فرجيه المسطرة وقال له الرب انا نسيتك انك عطيتني حياتك، تفرجيك اللي رح يكون بجهنم وما عنده رجاء شو بحس؟ عارف انه ما عنده رجاء، عارف ما قاله طلعة، بس تفرجيك احساسه وتتحس معهم، تتحط حالك محل هالناس وتخبر الناس انه هيدا حقيقة مش لعبة. فما يهمك الناس ضحكوا عليك مسخروا عليك، بالاخر خليني اشوفهم عم يضحكوا بالابدية، لانه فوق الفرح وتحت الحزن الابدي. قال فأخرج الجميع وأخذ بي الصبية وإمه يلي بحبوها يلي متشوقين يشوفوا هالوضع غير ما هو على حقيقته، يتغير الواقع. وكان لأول مرة بيعرفوا إنه مسيح الله هو اللي بيناتهم،
ابن الله الحي اللي هو بيناتهم. وهيدا ما كان يصدقوه انه ابن الله بيناتنا. معقول هيدا هو النجار؟ هذا اللي كان يعمل له طاولة ونملية للأكل وكرسي نقعد عليها؟ شو جاب لجاب؟ قال ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية. لاحظ، لا صلى له ولا ركع قديمه ولا على وطى كم مرة ولا جاب الزيت ومسحها ولا قال له انجبوا لي مي. ليه؟ شو قصدي أقول أنا؟ رب الحياة الموت بيوقف قدامه؟ ماني مش عارفين. ما هو عم بفرجين الطريقة الجديدة يلي اختلفت عن كل الأنبياء يلي قدروا عملوا بعض المعجزات بطرق مبينة انه كانوا يستعينوا بالله. لكن هو الله الذي صار جسدا وحل بيننا، مسكها بإيده. قومي يا نايمة، قومي من النوم، قومي. الله قادر، برجع بقول لك، يقيمك من هالوضع وتشوف الموت اللي قدامك يهرب وتأتي الحياة بديل. مستعد لهالخطوة؟ مستعد تختبر هالشيء؟ وآخر شيء اللي بدي أختمه، الرب من بعد ما قام، لاحظوا، ما خالف قانون الطبيعة. شو قال لهم؟ طعموها تتاكل. اهتموا بجسدها. يعني ما تروحنا كثير القصة انه قامت بلا ما تاكل هلأ يلا. فما تعيش بلا اكل ولا تهمل جسدك ولا تتوسوس. اعطيه كل شيء حقه، اعطيه كل شيء حقه. رب يبارك الكلمة ويمسحها لقلوبنا جميعا. يا ريت نغمض عيوننا يا احبه. يا ريت نغمض عيوننا كلنا ونحني رؤوسنا. فكر بينك وبين نفسك، انا وين؟ هل انا صار لي 12 سنة استنزف من الخطية؟ 20 سنة؟ 10 سنين؟ 30 سنة؟ ما بعرف قديش. قديش انت والخطية عم تتصارع؟ كم سنة صار لك؟ يئست؟ فشلت؟ ما في حل؟ فكر بينك وبين نفسك، قديش هالخطية زلتك وجرستك وبهدلتك؟ اسألني، أنا بعرف شو أعمل لك، ما أنا مرقت فيها. الخطية بتضيع من عمرك مثل ما ضيعت من عمر هالمرة 12 سنة. أنا ضيعت من عمري 16 سنة إلى أن تقابلت مع رب المجد وعرفت أنه لا يستحيل عليه أمر. من هيك بقول الرب، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص. يخلص. رب بده اياك تخلص الليلة، تاخد خلاص أبدي. الرب الليلة بده يعطيك خلاص رقم واحد. قبل ما بده يعطيك أي شيء تاني، أولا أنت هالك إن لم تعرف المسيح بعد. اسمك غير مكتوب في سفر الحياة. أنت بالنسبة لله في عداد الأموات. والله لا يسر بموت الشرير، ما بيسر بموت الخاطئ. بحب الخطاة لكن لا يحب الخطية. بحبك لشخصك لكن ما بحب خطاياك، لأنه خطايانا وخطاياك هي اللي صلبته. قال مات من أجل خطايانا. عين الموت رب الحياة ترك السماء والعرش تيدوق الموت، شو جبره؟ لأنه ما بده إياك تهلك في الجحيم. بدك هالخلاص؟ قل له يا رب الليلة بعطيك قلبي، بعطيك حياتي. ف
فوت على قلبي، غسل قلبي بدمك، طهرني من خطيئتي، طهرني من نجاستي يا رب. ما بدي خطاياي ترميني بالجحيم، لأن أجرة الخطية موت. ما تلعب بمصيرك، يمكن تلعب بالمصاري، يمكن تلعب بصحتك الزمنية، بس تلعب بمصيرك الأبدي. رب يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله كله وخسر نفسه؟ قال لأنه ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه بالجحيم؟ شو فيك تعطي فدية عن نفسك؟ فديتك انصلبت، انصلبت على الصليب فديتك، يسوع فديتك. طب إذا نزلت على جهنم ما لك فدية، ما في مين رح يفديك تحت بقى، لأن اللي فداك على الأرض فداك. من هيك على الأرض هون لازم تتوب قبل ما تموت، وما بتعرف أنت بتموت ليه خاطر. قل له يا رب اليوم الليلي هلأ بدي أعطيك حياتي، لأن الآن وقت مقبول يقول الكتاب، الآن وقت خلاص، اليوم يوم خلاص. إيش هيعطيك خلاص؟ مستعد تظهر من هالقاعة بدون خلاص؟ إذا وقعت على الدرج لا سمح الله وقتلت، طقت رقبتك، في ناس صارت معه بغير كنايس، طلعوا عن درج تفركش وطقت رقبته وقتل. اثنين أصدقاء، واحد عطي حياته واحد لا، ضربتهم سيارة على الطريق اثنيناتهم، واحد طلع واحد نزل، مين بيعرف؟ ما تخاطر، قل له الليلة بدي اخلص يا رب، الليلة بدي اسمي انكتب بسفر الحياة. ما تلعب بمصيرك الأبدي، ما تقول أنا عايش ولو صار لي 20 سنة 30 سنة بقوم بنام بنام بقوم، وشو بده يصير؟ الله رحوم والله عادل والله قدوس. ما بتعرف وقتك أيمتى. رب قلنا قال لو الصاحب البيت بيعرف أيمتى بيجي الحرام يسرق له بيته كان سهر على بيته، بس ما بتعرف أيمتى الحرامي بيجي، الموت حرامي، ما بتعرف أيمتى بيجي. أنا لما ميت بيت فجأت ساعة 5 وجه الضوء بدقولي 5:30 بيك راح لحقنا، فجأت كان يوم أحد، علمي ما بشي راح، مين بيعرف؟ الحريري كان معه خبر رح يتشقف على سان جورج، محصن بأحلى سيارات وأقوى سيارات ومعه مواكبة قدامه وراه، السمك أكله، مين بيعرف؟ مستعد خاطر بنفسك الليلة؟ قال له ليلي يا رب مش طالع من هون قبل ما أعرفك مخلصي، أنت اندبحت عني، أنا ليلي بعطيك حياتي. وإذا أنت عندك مشكلة بحياتك، عندك تحدي، قال له يا رب أنا ناطرك، متمسك فيك مش بطرف ثوبك بس، كلك سوا، اجري على اجرك، لن أطلقك ما لن تباركني. مول مثل يعقوب، لن أطلقك ما لن تباركني. يا رز ضل حده، خليك حد يسوع، بس آمن أنه هو حدك. نحن مشكلتنا وينك يا رب؟ تركتني، مش عم تتطلع فيي، أنت أعمى، ما كيف عم تتنفس؟ لو تركك مش عم تتنفس، لو تركك متت بأرضك. لا أتركك ولا أهملك، أنصحك عيني عليك. ما بيغير بكلامه، نحن اللي متغير. في حدا ليلي طلب الرب، قال له يا رب فوت على قلبي، تنصلي له، يعطيني إشارة برفع إيده، أمين أمين حبيبي أمين. في حدا بعد، أمين أمين باسم يسوع، صرخوا من قلبكم بيسمع أمين. بدي لكم شغلة، اللي طلبوا الرب قبل بمرة واختبروا نقلي بحياتهم وشعروا انه صاروا اشخاص جديد، ما يرجعوا يرفعوا ايدهم، ان سقطت اقوم. بس اذا انت بعد ولا مرة طلبت يسوع وما اختبرت اي نقلة، ايه ارفع ايدك قلوا انا ليلي بديها عن جد، الليلي بدي خلاصك. يعني مش كل مرة رح تتجدد، مرة بتخلق بالجسد ومرة بتخلق بالروح، مش 100 مرة بتخلق بالروح. امين. يعني ما تشك إذا طلبته قبل مرة واختبرت نقلي بحياتك، حسيت حالك صرت جديد، صرت إنسان تاني. لكن إذا ما اختبرت هالنقلي، إيه قل له ليلي بدي إياك. أمين. ربي يبارككم يا أحبه.